نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر بأهمية الأنشطة الاجتماعية والتطوعية في خدمة المجتمع، وأثنى سموه على الدور الذي تطلع به مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، وبما تتيحه من فرصة في تعزيز التواصل وتوثيق الصلات في جميع فئات المجتمع. وشدد سموه على أهمية العمل التطوعي في مساندة جهود الحكومة على صعيد التنمية، إيمانا منها بأهمية الشراكة المجتمعية كعنصر أساسي لأي مجتمع يسير على طريق التطوير والتحديث، مشيرا سموه إلى أن قيم العمل التطوعي تشكل ملمحا أصيلا في نسيج المجتمع البحريني، وشاهدا على ما يتميز به أبناء هذا الشعب من تحضر عبر السنين. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع مجلس إدارة نادي روتاري السلمانية وعددا من أعضاء النادي برئاسة السيدة أميرة إسماعيل. وخلال اللقاء أشاد سموه بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وما تقدمه من إسهامات في مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع، مؤكدا سموه أن البحرين لديها الكثير من قصص النجاح في هذا المجال، والذي يعكس حرص شعب المملكة على تملك روح زمام المبادرة والعمل الذي يخدم مجتمعه. ونوه سموه بإسهامات ومبادرات النادي الرامية إلى تحقيق التنمية المجتمعية، متمنيا سموه للنادي ومجلس إدارته استمرار النجاح والتوفيق. من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية ومساندة سموه لمختلف الأنشطة التطوعية والاجتماعية، مؤكدين أن دعم سموه يشكل حافزا لكافة مؤسسات المجتمع المدني للانطلاق قدما لتأدية رسالتها في تنمية المجتمع وتحقيق الترابط بين جميع مكوناته. وأضافوا أن رعاية واهتمام الحكومة بمنظومة العمل الاجتماعي والتطوعي وما توليه من حرص على تحقيق الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والأهلي يجسد مدى الإيمان بدور هذا القطاع الإنساني والنبيل في ترسيخ أسس مجتمع متماسك ومترابط.